قصة وإسلاماه تأليف الكاتب الكبير أحمد بكثير. أيوة. وكتب لها السيناريو السيناريست روبرت أندروز. أيوة. وأخرجها أندرو مارتن. أيوة. فهل لم يكن هناك على الساحة مخرج وسيناريست يستطيع أن يقدم هذا العمل بهذه الجودة؟ يعني هو طبعا مؤكد على الأقل من ناحية الكتابة كان فيه. يعني من ناحية الكتابة ده هنقدر نتأكد من كده. يمكن من ناحية الإخراج لأن ما ظهرش حد عمل فيلم تاريخي في تحريك مجاميع بهذا الشكل على يعني حتى الأفلام اللي اتعملت قبل كده كانت أفلام أقرب إلى المغامرات البدوية. يعني زي عنتر وعبلة والحاجات دي يعني إيه يعني. والفيلم التاريخي الوحيد اللي كان فيه يعني كان اللي هو الفيلم الصقر اللي هو الانتاج المشترك مع ايطاليا وكان في مخرج مصري اللي هو صلاح ابو سيف ومخرج ايطالي وكان شوط بيتعمل كده وشوط بيتعمل بممثلين ايطاليين وشوط بيتعمل بممثلين مصريين ممثلين مصريين. فيعني خبره المخرجين المصريين باخراج الاعمال الضخمه ما كانتش موجوده. فمن هنا هو لجأ الى واحد زي اندرو مارتن. طبعا فيها جزء ايضا من التفكير الانتاجي الدعائي اللي يبقى فيه كاتب مخرج عالمي, موجودين في عمل ضخم زي ده برضو ده هي هي هيدفع بالجمهور في هذه المغامرة الإنتاجية غير مأمونة العواقب في ذلك. هو أندرو مارتن كانت جنسيته إيه؟ هو مخرج أمريكي وشهرته الأساسية في الحقيقة إن هو كان مخرج الوحدة الثانية يعني المعارك دي شغلته الأساسية. وطبعا من ضمن الحاجات المذكورة له جدا معاركه وسابق العربيات الشهير في فيلم بنهير ده هو اللي مصممه وحاجات كتيرة جدا في فيلم أطول يوم في التاريخ اللي هي تحركات الجيوش وكده هو دي ده تخصصه الحقيقي. هو أخرج أفلام عادية ولكنه في مستوى الإخراج العادي أفلامه لم تتمتع بأي ميزة على الإطلاق يعني كانت أفلام يعني عادية خالص. قيمته الحقيقية في إخراج الحركة في إخراج تحريك المجاميع وإخراج الحركة. وده يقودني لبعض يعني الرومرز أو الشائعات يعني اللي أحاطت بالفيلم في ذلك الوقت واللي أنا عرفتها من ناس اشتغلت في العمل إن المخرج الحقيقي اللي كان بالذات في الدراما ورا المسألة دي كان رمسيس نجيب نفسه. رمسيس نجيب نفسه طبعا مارس الإخراج عمل بهية وعمل هدى وعمل حاجات كتير يعني هو له في الإخراج. فهو في المشاهد اللي كان الناس بتتكلم فيها عربي وتتصرح طبعا أندرو مارتن يعني مش عارف هو فاهم المعنى انما مش عارف بالظبط الكلمه دي ايه ولا هل اتقالت صح ولا غلط ولا اتقالت بانهي تون. فهنا طبعا كان رمسيس نجيب هو اللي موجود انما هو حط اسمه كمخرج للعمل ككل يعني هو لاعلاء قيمه العمل. رمسيس كان امله ان هو يخرج الحاجات الداخليه يعني كل الحاجات الداخليه هو يعملها. والمعارك ده راجل اصلا مخرج معارك يعني أندروز مخرج معارك. فلما جه اتخض رمسيس من الكم اللي موجود من الممثلين قال لك الله هروح فين انا. قال له انت تخرج الفيلم كله وفعلا اخرج الفيلم كله يعني بالصدفه الاخراج ده جه بالصدفه مش اختيار لا لا ما كانش اختيار الراجل كان جاي عشان يعمل المعارك فقط. طب ومين المخرج اللي كان مترشح لهذا العمل؟ رمسيس نجيب. الاستاذ رمسيس كان هيخرج الفيلم فلوسه هو حر فيه. رمسيس نجيب عاوز يصل للعالميه من خلال الفيلم ده اللي جاب زي ما حضرتك قلت جميع ابطال مصر وعاوز يصل بلبنى زوجته في ذلك الوقت الى العالمية. وهي كبنت خارجة جامعة امريكية قالت له بالانجليزي هات لنا فلان وفلان فجابهم يعني. رمسيس نجيب كان طموح الى ابعد الحدود وكان يحب المغامرة الى ابعد الحدود ويحب انه ينطلق الى صفوف العالمية بقدر ما يستطيع. فهو ده اللي خلاه يلجأ الى أندرو مارتن واحد من شركة مترو جولدن ماير عشان يجي يعمل الفيلم ده عشان بيشبع هوايته ان عايز يخرج الى العالمية.
فدي كانت طبعا نظرة جميلة جدا ونظرة يعني عالية قوي حققها رمسيس نجيب. المنتج الراحل رمسيس نجيب ما كانش منتج تقليدي. أي. هو أراد أنه يقدم فيلم بمواصفات نقدر نقول عالمية، وكانت العالمية في ذهنه. وبالذات لما بنيجي نتكلم عن الفيلم التاريخي، فالسينما الأمريكية هي السينما الأم وهي السينما الأشهر في تقديم النوعية التاريخية بالذات. ليه؟ عشان المعارك يعني بالتحديد، ولا الإبهار والمعارك والتكنيك وإمكانيات الاستوديو والممثلين، يعني هي بتعتبر السينما الرائدة أو السينما الأم على مستوى العالم. وأيضا نقدر نقول على الجانب الشخصي طموحه في أنه يقدم زوجته الفنانة لبنى عبد العزيز في إنتاج مشرف وفي إنتاج عالمي. يمكن ده خلاه يفكر في الجانب الأجنبي. أي. إنما بالقطع كان فيه، أكيد كان فيه على الساحة مخرجين، لأنه بعديها يمكن بحوالي 3 أو 4 سنين كان فيه الإعداد للنصر صلاح الدين، وكان مفروض أنه هذا الفيلم هيخرجه المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار. أي. وقبل التصوير يمكن أسابيع مرض، وهو اللي اتصل بسيدة أسيا ورشح زميله الأستاذ يوسف شاهين عشان يخرج الفيلم. فده يعني انه كان في على الاقل 2 مخرجين موجودين كان ممكن سنة 59 على اضعف الايمان يقدموا اسلامه.